السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المخلوقين وعلى صحبه وأصحاب ذريته وطيبة الطاهرة. أيها الأحباب الكرام، أتمنى أن تكونوا بألف ألف خير. اليوم إن شاء الله تعالى سنرى معا ما هي صلاة التوبة. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. نجد هذه الآية في سورة النور. فعلق الله سبحانه وتعالى الفلاح بالتوبة، فمن تاب فقد أفلح. الإنسان الذي يتوب إلى الله سبحانه وتعالى هو المفلح، المكثر من الرجوع والتوبة والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى هو الفائز، هو المفلح بشهادة كتاب الله، كلام الله سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة طه: وإني من الله لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. الله سبحانه وتعالى يقول لنا: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. سأل الله تعالى أن يشملنا الله تعالى بمغفرته ورحمته في هذه الساعة المباركة وفي كل ساعة. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله، توبوا إلى الله توبة نصوحة، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. سبحان الله العظيم، من جمال الصورة أن يقرن التائبون إلى الله في الجنة مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. المفتاح هنا، الخير هنا، أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول أمرنا بركعتين فيهما مغفرة ورحمة. فيا أخي الحبيب، فيا أختي الحبيب، يا أختي العزيزة، إذا أذنبنا ذنبا أو معصية سواء كان كبيرا أو صغيرا فيجب علينا أن نتوب منها فورا، ويندب أن نصلي هاتين الركعتين، فيعمل عند توبته عملا صالحا من أجل القربات وأفضلها وهي الصلاة، تتوسل بها وتتوجه بها إلى الله سبحانه وتعالى رجاء أن يتقبل توبتك وأن يغفر ذنبك. سأل الله تعالى مغفرته ورحمته. فكلما زاد قرب العبد من الله سبحانه وتعالى إلا وكثرت توبته وإنابته وإقراره بذنوبه. اللهم اجعلنا من التوابين ومن المتطهرين، فالله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقد كان الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول: ربي اغفر لي وتب علي 70 مرة أو أكثر في المجلس الواحد. قد غفر الله له ما تقدم وما تأخر من ذنبه. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ فأحسن وضوءه ثم قام فصلى ركعتين أو 4 يحسن فيهما الذكر والخشوع ثم استغفر الله عز وجل غفر له. وهذا أمر ليس خاصا بأحد، مفتوح لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كاملة. كل من أذنب، كيفما كان ذنبك أخي، كيفما كان ذنبك أختي، توجه إلى الله سبحانه وتعالى وتوضئي وتوضأ ونتوضأ بنية التوبة الخالصة إلى الله سبحانه وتعالى. فرسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى، ووعد الله صادق واضح. ولتكن عزمتنا أن نتوضأ،
أن نتوضأ ونصلي ركعتين بنية التوبة الخالصة إلى الله، لعل الله سبحانه وتعالى يغفر لنا ولوالدينا وأزواجنا وذرياتنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا، وأصلحنا وأصلح أزواجنا وذرياتنا، ويسر لنا أمور ديننا ودنيانا. آمين يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.